السلام عليكم، انا عبد الله جمعه، وقفتنا النهارده نتكلم على الروس كوميونيكيشن وازاي الروس بيسهل عمليه الداتا اكستشينج ما بين ابلكيشنز وبروسيسز مختلفه مكتوبه، ممكن يكون مكتوبين بلغات مختلفه. يعني مثلا اقدر ان انا ابعت داتا من ابلكيشن مكتوب ببايثون لابلكيشن مكتوب بسي بلس بلس، يحصل عليها عشوائيه بروسيسنج، وابعتها لابلكيشن تاني مكتوب بالبايثون او باي لغه تانية مثلا ويحصل عليها بروسيسنج. كل ده بيتحقق عن طريق الروس، وده اللي هنشوفه في خلال السيشن. طيب دلوقتي احنا هنبدأ كلامنا بان احنا هنتكلم على الكونسبتس بتاعت الكومبوننتس اللي انا بستخدمها علشان احقق عملية الكوميونيكيشن دي، وبعد كده هنبدأ نشوف ديموز وابليكيشن لازاي عملية الكوميونيكيشن دي بتتحقق. اول حاجة هنتكلم عليها وهي الروس ماستر. الروس ماستر هو اهم كومبوننت في عملية الكوميونيكيشن دي، لان من غير عملية الكوميونيكيشن مش هتتم. ليه بقى؟ لان اي نود عايزه تكلم نود تانية لازم ما بتعرفش توصل لها غير عن طريق الماستر. ازاي الكلام ده بيحصل؟ ان الماستر بيأكت از نيم سيرفر. يعني ايه؟ يعني هو بيبروفايد الانفورميشن لاي نود عايزه تكلم نود تانية، بيبروفايد الانفورميشن اللي هي ازاي تقدر توصل لها، او ازاي ان الاثنين نودز دول يقدروا يكلموا بعض عن طريق الانفورميشن اللي الماستر بيبروفايدها للاثنين. طب الماستر بيجيب الانفورميشن دي منين؟ الماستر بيجيب الانفورميشن دي عن طريق ان اي نود اول لما بترن اول حاجه بتعملها هي ان هي بتريجستر الانفورميشن بتاعتها مع الماستر، عشان اي نود عايزه توصل لها تقدر توصل لها عن طريق الماستر. وعلشان كده بنقدر نعتبر ان الماستر هو حلقه الوصل ما بين اي اتنين نودز عايزين يكلموا بعض، فبالتالي مفيش ماستر يعني مفيش كوميونيكيشن. تاني حاجة هنتكلم عليها هي الكوميونيكيشن بروتوكول اللي اسمه XMLRPC، وده كوميونيكيشن بروتوكول بيستخدم في الكوميونيكيشن ما بين الماستر والنودز في عملية نقل الانفورميشن والريجستريشن وهكذا. ايه هو الـ XMLRPC؟ هو نوع من انواع البروتوكولز بيزد على الـ HTTP، وهو بيسمح للسوفت ويرز ان هي تكوميونيكيت مع بعض. بيسمح هو يعني هو سوفت وير كوميونيكيشن بروتوكول بيسمح للبروسيس ان هي تريكويست سيرفيس من بروسيس تانية او من ماشين تانية من غير ما يبقى مهتم بالنتورك ديتيلز، فهو بيسهل عملية الكوميونيكيشن شوية. وكمان ميزته ان هو مش بيمنتين الكونكتيفيتي، يعني النود بتحتاج ان هي تتشيك على الكونكتيفيتي لما تعمل ريجستريشن بس او لما تريكويست بس، مش في وقت عملية البعت. وده بيخلي ان هو زي ما قلنا ان هو مش مهتم بتفاصيل النتورك، وفي نفس الوقت بيتشيك الكونكتيفيتي وقت بيتشيك الكونكتيفيتي وقت الريجستريشن بس، فبالتالي هو لايت ويت وسهل استخدامه، علشان كده هو مثالي في الاستخدام مع روس. زي ما قلنا من شويه ان اي نود علشان تكوميونيكيت مع نود تانية فهي محتاجه الروس ماستر. طيب ايه هي اصلا النود؟ قالك ان النود هي السمولست يونت اوف بروسيسنج ان روس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النود دي انا ممكن اعتبرها ان هي عباره عن الابلكيشن او البروجرام بتاعي اللي انا بكتبه اللي بيعمل حاجه معينه. طيب قالك في بعض الريكويرمنتس او الصفات اللي يفضل ان هي تبقى موجوده في النود بتاعتك عشان اعتبرها نود، وهي ان هي تبقى بيربس سبيسيفيك، يعني بتعمل فانكشن محدده او ليها وظيفه محدده، مش بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت. طيب هل ده معناه ان لو عندي نود او حاجه بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت مش هتشتغل؟ لا، هتشتغل عادي، ولكن ده بيفضل، ده يعني بيست براكتس ان هي تبقى بتعمل حاجه فانكشن محدده، علشان ده بيخلي الموضوع مودلر، ان انت مثلا لو هي بتعمل حاجه معينه فانت تقدر تستخدمها بعد كده في كذا بروجرام، او ان هي لو عليها ديبندنسيز معينه فهيسهل عليك الموضوع ده، او لو كمان حصل مثلا مشكله او حاجه في نود او انت بتعمل عمليه ديبوجنج، فان انت تبقى عارف ان النود دي وظيفتها كذا، النود دي وظيفتها كذا، ده هيسهل عمليه الديبوجنج. لكن لو هي نود واحده بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت فده هيخلي عمليه الديبوجنج صعبه جدا ومعقده. وبعدين قلنا ان زي ما قلنا قبل كده ان اول لما النود دي بتبدا ان هي ترن upon الستارت اب، النود دي بتريجستر الانفورميشن بتاعتها مع الماستر. والنود دي ممكن تبقى ببلشر، النود ممكن تبقى سبسكرايبر، ممكن تبقى فيها الاثنين، ممكن تعمل سيرفيس، ممكن تعتبر سيرفر او كلاينت وهكذا. وكل دي حاجات هنتكلم عليها قدام وهنشوف تفاصيلها اكتر. تاني حاجه هنتكلم عليها في النود هي زي ما قلنا قبل كده ان هي اول لما بترن بتبدا تريجستر الانفورميشن عن طريق الـ XMLRPC مع الماستر. وزي ما قلنا ان هي بتعمل
ريجستريشن مع الماستر عن طريق الاكس ام ال ار بي سي. فالنود كمان بعد ما بتعمل بقى عمليه الريجستريشن دي، لما تبدا ان هي تكوميونيكيت مع نود تانية، بيحصل ما بينهم بقى مسج اكستشينج. المسج اكستشينج ده مش بيحصل بالاكس ام ال ار بي سي بروتوكول، ولكن بيحصل ببروتوكول تاني اسمه تي سي بي روس، وهو بيبقى بروتوكول بيوبريت اوفر التي سي بي بروتوكول اللي معروف عادي اللي بيستخدم في الويب يعني. دلوقتي احنا عرفنا ان اي نود عايزه تكومينيكيت مع نود تانية، فهي محتاجه الماستر عشان يعرفهم على بعض. طب دلوقتي لما النود هتبدا تكلم نود، هيبعتوا لبعض ايه؟ هيبعتوا لبعض الداتا دي. الداتا اللي هيبعتوها لبعض دي هتبقى موجوده جوه المسج، يعني المسج هتكونتين الداتا. فالمسج هي نوع من انواع الداتا ستراكشر اللي بروفايدد باي روس، اللي انت بتحط فيها الداتا اللي النود عايزه تبعتها لنود تانية. طيب في انواع كتير من المسجز اللي اوريدي موجوده، زي الانتجرز والفلوتس والبوليانز والسترينجز وفلوت 32 مالتي اريز وهكذا. كل دي انواع من المسجز اللي اوريدي موجوده جوه روس. طيب في اوبشن برضو ان انت يبقى عندك مسج جواها مسج تانية، تعمل حاجه اسمها نستد مسج، وده بيخلي الموضوع فليكسبل اكتر. انت لو عايز تعمل مثلا كاستم بقى مسج، انت عايز تعمل مسج نوع معين من المسج، مش عايز تستخدم مثلا انتجر فلوس، انت عايز تعمل نوع معين من المسجز خاص بيك، خاص بالابلكيشن بتاعك. انت محتاج مثلا، انت شايف ان الانتجر والفلوس والحاجات دي مش مناسبه لاحتياجاتك، فعايز تعمل نوع تاني من المسج. روس كمان بيخليك انك تقدر تعمل الكلام ده، وتقدر تحط جوه المسج مسج تانية. وده اكزامبل لنوع من انواع المسجز اللي بيلت ان في روس اسمها تويست مسج، اللي موجوده تحت باكج جيومتري مسجز. هي بتتكون من جزئين، اول جزء بيبقى فيكتور السايز بتاعه 3، وتاني جزء هو فيكتور السايز بتاعه 3 برضو لينير وانجلر. ده بيريبريزنت ايه؟ الفيكتور الاولاني اللي اسمه لينير بياخد بيبقى فيه 3 اجزاء، اللي هو فلوت 64 اسمه اكس، وفلوت 64 اسمه واي، وفلوت 64 اسمه زد. ونفس الكلام بالنسبه للانجلر، ولكن الجزء الاول هو بيريبريزنت اللينير فيلوسيتي، والجزء الثاني هو بيريبريزنت الانجلر فيلوسيتي. ودلوقتي بعد ما كريتنا المسج اللي عايزين نبعتها من نود الى نود تانية، هنبدا نفكر طب المسج دي هتمشي في ايه علشان توصل من النود للنود، او ايه التشانل اللي من خلالها اقدر ابعت المسج من النود دي الى النود التانية. فهنبدا نلاقي ان في روس في عندنا كذا نوع من انواع التشانلز، اشهرهم واسهلهم في التعامل هو الروس توبيك. الروس توبيك هو asynchronous unidirectional communication، وهو بيسمح بان الداتا تمشي من نود الى اكتر من نود. فبالتالي فبلاقي عندي ان اللي بيحصل ايه، ان بلاقي عندي في حاجه اسمها publisher. الببلشر ده بيكرييت التوبيك وبيببلش عليه الداتا. بعد ما الببلشر ده عمل التوبيك وبدأ يحط عليه الداتا، هو مش مهتم بقى في حد بيقراه ولا لا، هو كل اللي هو كل دوره في الحياة ان هو خلاص انا هكريت التوبيك وهبدأ ببلش عليه الداتا. اي حد بقى عايز يقرا الداتا دي هيعمل ايه؟ هيسبسكرايب على التوبيك ده وهيقرا الداتا اللي موجودة. عشان كده هو في ببلشر بيببلش على التوبيك ده، واي حد عايز يسمع الداتا دي هيروح ويسبسكرايب على التوبيك ده ويقرا منه الداتا. الموضوع عامل زي الجرايد بالظبط، هي نفس الفكرة. هو الجرايد بتعمل ايه؟ اللي بيكتب الجورنال ده هو واحد بيكتب الجورنال بيبب، وبعد كده بيعمل ببلش للجريده بتاعته. واي حد عايز يقرا الكلام او الداتا اللي موجوده في الجورنال بيروح يسبسكرايب او يشترك في الجورنال ده ويقرا منه الداتا. او زي اليوتيوب مثلا، دلوقتي اليوتيوب ايه اللي بيحصل عليه؟ احنا بنعمل مثلا فيديو، فالفيديو ده انا كل اللي هعمله ان انا هعمل تشانل على اليوتيوب كانها التوبيك مثلا، وهببلش عليها الفيديو ده. اي حد بقى عايز يشوف الفيديو، انا بقى اي حد عايز يشوف الفيديو كل اللي هيعمله ان هو هيسبسكرايب مثلا على التشانل او هيشترك في التشانل، وهيشوف الفيديوهات اللي بتنزل عليها وهيتفرج عليها. يبقى هو كده وصلت له الداتا. زي ما قلنا ان في اكتر من نوع من انواع التشانلز اللي ممكن تستخدم في عمليه بعت المسجز، فواحده تانيه من التشانلز دي وهي السيرفيسز. انا ممكن استخدم السيرفيسز بدل التوبكس في عمليه الكوميونيكيشن. طيب ايه الفرق بين السيرفيس، او ايه اللي السيرفيس بيقدمه لي مختلف عن اللي التوبك بيعمله؟ السيرفيس بكل بساطه هي اولا سينكرونس باي دايركشنال كوميونيكيشن، عكس التوبك اللي كان اسينكرونس ويوني دايركشنال. ليه؟ لان السيرفيس بتحصل ما بين اتنين نودز عن طريق السيرفر كلاينت
اركيتكتشر. فكرته ايه السيرفر كلاينت اركيتكتشر ده؟ فكرته ان الكلاينت ان مفيش كوميونيكيشن مفتوح على طول، زي كده التوبيك هو الببلشر عمال بيببلش والسبسكرايبر عمال بيقرا الداتا. فكرته هنا ان وقت ما الكلاينت بيعوز حاجه من السيرفر هو بيبعت ريكويست للسيرفر ده، يقول له يا سيرفر انا عايز حاجه معينه، يقوم السيرفر باعت له ريسبونس بالحاجه دي وينتهي ساعتها الكونكشن. عشان كده بيقول لك ان السيرفيسز ار ايديال فور تاسكس ذات ريكواير ايميديت فيدباك اور كونفرميشن، اللي هو حاجه انت عايزها دلوقتي، انت عايز حاجه دلوقتي فانت بتبعت له تقول له انا عايز كذا، فهو بيقوم رادد عليك بالحاجه دي على طول. في نوع تاني ممكن استخدمه وهو الروس اكشن. ايه هو الروس اكشن؟ الروس اكشن قلنا اول حاجه هو asynchronous bidirectional، عكس السيرفيس اللي كانت synchronous bidirectional، وعكس التوبيك اللي كان synchronous unidirectional communication. الاكشن هو شبيه بالظبط للسيرفيس، هو بيعمل نفس فكره السيرفيس، يعني هو برضو بيعتمد على السيرفر كلاينت اركتكتشر، ولكن هو مختلف في حاجه، ان زي ما قلنا ان في السيرفيس انا مجرد ما انا بريكوست حاجه من السيرفيس من السيرفر، السيرفر بيرد عليا بالريسبونس. الاكشن بقى بيستخدم بنفس الفكره ولكن للحاجات اللي محتاجه وقت اطول في الريسبونس، يعني لو الريسبونس محتاج وقت اطول، يعني مثلا انا هبعت للسيرفيس للسيرفر ان انا عايز حاجه معينه، فالسيرفر هياخد وقت على بال ما هو يجهز لي الريسبونس للحاجه دي، فساعتها استخدم الاكشن، لان الاكشن دلوقتي هنلاقي ان هو بيستخدم بيبقى فيه ثلاث حاجات. اول حاجه الجول، وده الحاجه اللي انا ببعتها للسيرفر، وتاني حاجه من الكلاينت بيبعت للسيرفر الجول، وتاني حاجه بيستقبل الكلاينت بيستقبل من السيرفر فيدباك عن during الاكسكيوشن، يعني السيرفر دلوقتي جاله جول لحاجه معينه هيعملها، السيرفر عمال شغال بيعمل الحاجه دي، فهو حاليا في مرحله الاكسكيوشن، طول ما هو بيكسكيوت فهو بيبعت فيدباك للكلاينت بيقول له انا وصلت لحد فين. بعد ما يخلص عمليه الاكسكيوشن بيبعت للكلاينت الريزلت ويقول له ان التاسك كده خلصت، ساعتها الكونكشن بيتقطع. عكس السيرفيس زي ما قلنا ان هو مجرد ما خلاص انا بعت ريكوست، السيرفر بعت لي ريسبونس، خلاص انتهى الكونكشن. ودلوقتي بعد ما فهمنا الكونسبت بتاع معظم الكومبوننتس بتشتغل ازاي وايه دورها في عمليه الكوميونيكيشن، هنبدا نشوف الكوميونيكيشن سيكونس بيحصل ازاي عن طريق الدياجرام اللي قدامنا ده. اول حاجه لما انا بعمل روس كور واشغل الماستر، ايه اللي بيحصل؟ الماستر اول حاجه بيرن ال XML RPC سيرفر اللي هو هيستقبل من عليه وهيرجستر عن طريقه النودز اللي بتيجي. فاول لما نود جت، هنفترض ان النود اللي جت دي حاليا هي سبسكرايبر نود. السبسكرايبر نود دي اول لما جت هي هتعمل ريجستر، هتريجستر نفسها مع الماستر. الريجستريشن ده بيحصل بقى عن طريق زي ما قلنا ال XML RPC بروتوكول. هتبعت له الانفورميشن بقى بتاعتها زي اسم النود دي والتوبيك اللي هي هتسبسكرايب عليه ونوع المسج اللي بتتبعت على التوبيك ده وحاجه اسمها الروس هوست نيم او بيسمى برضو احيانا الروس اي بي والبورت. دي حاجات بتعرف النود دي، يعني ده زي الادرس كده بتاع النود دي، ده زي ما هيبان بعد كده ان هو هيبقى يعتبر اي بي ادرس، فهو بيعرف النود دي مكانها فين او ازاي يوصل لها. وهي النود بتبقى عارفه الماستر عن طريق الماستر يو ار اي، ده اللي بيحدد الماستر وده بيبقى الديفولت بورت، وهنتكلم على الماستر يو ار اي ده قدام بعد كده. بعد كده بتيجي عندنا نود تانية اللي هي نود 1. نود 1 دي هي ببلشر نود، بتبدا برضو اول حاجه تعملها ان هي تريجستر نفسها مع الماستر، ان هي بتبعت له انفورميشن اللي هو اسم النود دي ايه والتوبيك اللي هي بتببلشه ونوع المسج اللي بتتببلش على التوبيك ده، وبتبعت له برضو الهوست نيم او الاي بي او الروس اي بي بتاعها والبورت بتاعها اللي بتببلش عليه التوبيك ده. فكده نقدر نقول ان الماستر معاه الانفورميشن بتاعت مين؟ معاه الانفورميشن بتاعت نود 2 السبسكرايبر انفو، ومعاه الببلشر انفو. هو عارف ان هو عنده نود 2 هي سبسكرايبر نود عايزه توبيك معين، التوبيك ده عليه مسج معينه، وعارف الروس اي بي والبورت بتاع النود دي. وفي نفس الوقت دلوقتي بقى عنده معلومة الببلشر نود، نفس المعلومات عنده اللي هي اسم النود دي ايه والتوبيك اللي بتببلشه ونوع المسج اللي بتتببلش على التوبيك ده وكمان الاي بي والبورت بتاع النود دي. فدلوقتي بقى هو عنده يقدر ان هو يبروفايد المعلومات بتاعت الببلشر دي لنود 2. فدلوقتي هو بعت للنود دي اسم النود والهوست نيم
والبورت بتاع نود 1 علشان يحصل عملية كوميونيكيشن ما بين نود 1 ونود 2، يقدر عشان نود 2 كمان تقدر تشوف التوبيك اللي نود 1 بتبعت عليه. فأول حاجة نود 2 بتعملها بعد ما خدت الاي بي والبورت بتاع النود 1، بتبدأ ان هي تعمل تي سي بي روس. يعني لو اي حد عارف التي سي بي اي بي بروتوكول، فهو عشان تحصل عملية كونكشن ما بين اي اتنين نودز، فهي بتحتاج الاي بي والبورت. عشان كده دي الانفورميشن المهمة اللي بتبقى موجودة الماستر بيبروفايدها لنود 2. فنود 2 هتعمل تي سي بي ريكوست مع نود 1، نود 1 هترد عليها بتي سي بي ريسبونس، فكده يحصل عملية كونكشن ما بين نود 1 ونود 2. ساعتها نود 1 تقدر تكلم نود 2 من غير تدخل الماستر، عن طريق مثلا الروس توبيك. بعد ما حصل عملية الكونكشن، فبقت نود 1 بتبعت على التوبيك ونود 2 شايفة التوبيك بدون تدخل الماستر. في حالة بقى السيرفيس، هو الفرق ما بين التوبيك والسيرفيس والاكشن بيبقى في الاغلب في مرحلة الكونكشن. يعني مثلا التوبيك خلاص هو النود 1 ونود 2 في ما بينهم كونكشن خلاص مفتوح، اللي هو التوبيك ده هو نود 1 عمالة بتبلش ونود 2 عمالة بتقرا، او بتقرا وقت ما تعوز يعني، بس المهم ان التوبيك موجود او الكونكشن موجود. عكس في السيرفيس، في السيرفيس اللي هيحصل ان بعد عملية الكونكشن ما تحصل ما بين نود 1 ونود 2، فنود 2 هتبعت ريكوست للسيرفيس بقى اللي هي عايزاها من نود 1، ونود 1 هترسبونس بالسيرفيس دي لنود 2. في الحالة دي احنا بنعتبر ان نود 2 هي الكلاينت ونود 1 هي السيرفر. طيب في حالة الاكشن، الاكشن هو نفس الكلام بالظبط، بس مع اختلاف وقت الكونكشن. ان نود 2 هتبعت الاكشن جول لنود 1 اللي هي السيرفر. طيب نود 1 هتبعت ايه؟ نود 1 طول ما هي في مرحله الاكسكيوشن بتبعت فيدباك لنود 2 لحد ما تخلص. لما تخلص هتبعت الريزلت لنود 2، وبعد كده يتفصل الكونكشن. طبعا في حاجات زياده هنا بتبقى موجوده، يعني هتبان برضو لما في الديمو، ان نود 2 ممكن تبعت كانسل، يعني والاكسكيوشن شغال ممكن نود 2 تكنسل نود 1 تقول لها خلاص ما تكملش، ونود 1 بتبعت ستاتس برضو لنود 2. ودلوقتي هنبدا نشوف ديمو للكوميونيكيشن عن طريق الروس توبكس. اول حاجه انا عشان اكريت نود، فالنود دي لازم تبقى جوه باكج، والباكج دي لازم تبقى جوه ورك سبيس. فانا عندي اوريدي ورك سبيس عمل لها كرييت اسمها تريننج ورك سبيس. التريننج ورك سبيس دي بلاقي ان جواها تلات دايركتوريز اللي هما البيلد والديفل والسورس. انا معظم الشغل او بنحط الباكجز جوه السورس، وهنلاقي اننا لو عملت ليست فهلاقي ان انا عندي اوريدي ثلاثه باكجز اللي هي تيست كوميونيكيشن، روست توتوريال سيرفيس، وروست توتوريال اكشنز. طيب ايه بقى اللي جوه الحاجات دي كلها؟ فهنفتح في اس كود علشان نشوف ايه اللي جوه الكلام ده. اول حاجه تيست كوميونيكيشن دي هنلاقي ان جواها ثلاثه دايركتوريز. اول حاجه الانكلود والسكريبتس والسورس. الانكلود ده بيبقى جواه الهيدر فايلز اللي بيستخدمها السورس فايلز اللي هنا اللي هي السي بي بي فايلز السورس فايلز، والسكريبتس بيبقى جواه البايثون سكريبتس. فهنبدا بان احنا نشوف لو انا عايز اكريت بابلشر بالسي بلس بلس هعمل ده ازاي. اول حاجه انا بانكلود روس دوت اتش، دي اللي بيبقى فيها الروس فانكشناليتيز. وتاني حاجه بانكلود دايما الهيدر بتاع النوع المسج اللي هستخدمه. فانا هنا هكريت بابلشر ببابلشر سترينج هالو وورلد، وده هنشوفه تحت، ولكن لازم اعمل انكلود لنوع المسج اللي هي من نوع سترينج، ودي لايبرري بنستخدمها علشان هاندلنج السترينجز. فاول حاجه بلاقي ان انا اول خطوه بعملها ان انا بعمل انيشلايزنج للنود. الارك سي والارك في دول مبعوتين علشان لو عايز مثلا ابعت بارامترز للكود عن طريق الكوماند لاين يعني، بس دي حاجه مش مهتمين بيها دلوقتي. فالمهم ان انا لما باجي بعمل انيشلايز للنود فبديها اسم، وده اسم النود، فانا مسمي النود عندي توكر اندرسكور سي بلس بلس. وبعدين في الكود بعمل حاجه اسمها نود هاندلر اللي هي الان دي. دي ده اوبجكت من نوع نود هاندلر، ده بستخدمه علشان اقدر ان انا اعمل اي حاجه انا عايز اعملها في النود دي، وهنشوف استخداماته دلوقتي. فدلوقتي مثلا لما انا اجي اكريت بابلشر، فباجي اقول له ان انا عايز اكريت بابلشر، البابلشر ده اسمه تشاتر بوب، وده بكريته عن طريق ان انا بستخدم النود هاندلر ده، ان انا بقول له البابلشر ده هيعمل ايه؟ هي ادفرتايز على مسج نوعها سترينج، وعلى توبيك اسمه تشاتر، والالف دي ده بيبقى السايز بتاع بافر اللي بيستقبل عليه الداتا دي. وهنا دي بقى كونفيجريشن للريت بتاع اللوب اللي هي اللوب اللي هنستخدمها تحت. لوب ريت بيبقى ايه؟ 10 هرتز يعني. طيب وهنا ده فاريبل اسمه كاونت متعرف بزيرو.
فدلوقتي جوه الوايل لوب اللي هي هبابلش فيها، ايه اللي بيحصل؟ انا بس بتشيك على لو الروس اوكي، يعني لو الروس شغال، يعني لو في روس ماستر شغال، فبعمل كرييت للمسج اللي هي من نوع سترينج. وهنا بقى بكرييت يعني الجزء ده كده اهو، انا بعمل سترينج اسمه هالو وورلد، وبقى بند لي الكاونت، وبحط بقى ده جوه الاس اس، والاس اس ده بحوله لسترينج علشان لما استخدم الكاونت. بحط بقى ده في المسج دوت داتا، يبقى دلوقتي عندي المسج دوت داتا دي جواها السترينج اللي هو هالو وورلد ومعاه الكاونت روس انفو. فهي دي فانكشن بستخدمها علشان اطبع زي برنت كده انفورميشن على لما اجي ارن النود، وهتبان قدامنا. انا ببعت هنا السترينج اللي هي المسج دوت داتا اللي هي الداتا اللي المفروض تتبعت، فانا ببعتها هنا جوه بعمل لها برنت جوه الببلشر يعني. وبعد كده بقول له التشاتر اللي اسمه باب اللي انا عملت له كرييت فوق ده، ده هو اللي هيببلش المسج اللي هي دي. وروس دوت سبين وانس دي بتكيب لوبينج يعني، علشان ان هو يفضل ايه يكمل في اللوب بالريت اللي هو 10 هرتز. ودلوقتي هنشوف لو عايزين نعمل سبسكرايبر بالسي بلس بلس هنعمل ده ازاي. اول حاجه نفس الكلام، انا بانكلود روس وبانكلود روس دوت اتش وبانكلود نوع المسج اللي هستخدمه. هنا هنستخدم برضو سترينج، لان زي ما قلنا ان السبسكرايبر ده هيسبسكرايب على نفس التوبيك اللي هو تشاتر سي بي بي اللي بيتبعت عليه مسج من نوع سترينج، فهو لازم يبقى لازم نديفاين هناك في السبسكرايبر ان هو ان هو التوبيك اللي هيسبسكرايب عليه هيتبعت عليه مسج من نوع سترينج. فاول حاجه انا برضو بانيشلايز النود هنا اللي هي اسمها المره دي listener سي بي بي، وبعمل برضو نود هاندلر، وبستخدم النود هاندلر ده عشان اكريت سبسكرايبر اسمه سب. هقول له ان هو بيسبسكرايب على التوبيك اللي اسمه تشاتر سي بي بي والبفر سايز 1000، وببعت له هنا الكول باك فانكشن. اللي هي ايه بقى الكول باك فانكشن دي؟ اللي هي الفانكشن دي هي اللي السبسكرايبر هيستخدمها، ان هو لما يلاقي داتا على التوبيك هيقوم رايح عامل كل الفانكشن دي عشان تقرا الداتا. طب الكول باك فانكشن دي بتتكتب ازاي؟ دي الكول باك فانكشن بيتبعت هنا بوينتر للمسج اللي من نوع سترينج. فعلشان اكسس الداتا اللي جوه بستخدم الطريقه دي، ان انا اخد المسج واكسس الاتريبيوت اللي اسمه الداتا وبحوله هنا لسترينج علشان اعمل روس انفو من السبسكرايبر ان انا سمعت السترينج اللي اتبعت في المسج دي. وده اللي هنشوفه دلوقتي عن طريق الروس. اول حاجه ان احنا هنعمل روس كور علشان نرن الروس ماستر. هنلاقي ان هو لما الروس ماستر بيرن هنلاقي ان هو هنا قال لنا ان الروس ماستر يو ار اي اللي هو الادرس بتاع الجهاز ده والبورت ده، وده اللي اتكلمنا عليه اللي هو اللي بيعرفه عن طريقه الماستر. طيب فهاجي هنا ارن النود، ارن النود باستخدام كوماند اللي هو اسمه روس رن. هقول له ان النود دي موجوده جوه الباكج اللي اسمها تيست كوم. النود قلنا كان اسمها ايه؟ اول نود كانت اللي هي قلنا اسمها الببلشر، او تعالوا نبدا نرن الاول السبسكرايبر. السبسكرايبر كان اسمه listener underscore cpp، فلو قلنا listener underscore cpp وعملنا رن هنلاقي ان مفيش حاجه بتحصل. طيب دلوقتي ممكن نعمل حاجه، نستخدم كوماند اسمه روس توبيك ليست عشان نشوف ايه الكوماندز اللي موجوده. هنلاقي ان التوبكس اللي موجوده اللي هو اول حاجه هعملها هي ان انا هرن روس كور علشان ارن الماستر اللي هو مسؤول عن كل حاجه، وبعد كده هبدا اشوف ايه التوبكس اللي موجوده عندي. هلاقي باستخدام الكوماند روس توبيك ليست ده بيبين لي كل التوبكس اللي موجوده دلوقتي. هلاقي ان الاثنين توبكس دول ودول دايما موجودين مع الماستر علشان بيعمل بيهم حاجه اسمها لوجينج، بس دي حاجه مش مهتمين بيها دلوقتي. طيب هبدا ان انا ارن النود اللي موجوده في الباكج اللي اسمها تيست كوم، والنود كان اسمها ايه؟ كان اسمها توكر سي بي بي. ده كان اسم النود توكر سي بي بي. فلما اجي رن نود الاقي ان هو بيطبع هلو وورلد هلو وورلد وبيبعت اكونت. طيب دلوقتي لو انا جيت عملت روست توبيك ليست تاني هلاقي ان انا عندي التشاتر سي بي بي اللي هو كان اسم التوبيك اللي بيبعت عليه دي. طيب دلوقتي لو انا عايز اشوف السبسكرايبر نود بقى، فاقول له هنا كده روس رن تيست كوم. برضو لو فاكرين السبسكرايبر نود كان اسمها ايه؟ كان اسمها listener دوت سي بي بي. عايز اشوف هل listener دوت سي بي بي او listener underscore cpp هل هتاخد الكلام ده ولا لا؟ قال لك او listener.cpp
عمالة تسمع بنفس الرقم اللي موجود هنا. ولو انا جيت دلوقتي وقفت عملت كنترول سي عشان اوقف الببلشنج، هلاقي ان هنا ايه مفيش حاجة بتتببلش تاني على السبسكرايبر. السبسكرايبر مفيش حاجة يقراها. لو جيت رنيت تاني الببلشر هلاقي ان هو بيرن تاني من الاول اهو، بدأ من الارقام من الاول، وان السبسكرايبر سامع اللي بيحصل. ممكن اعمل نفس الكلام اللي انا لسه عامله ده عن طريق البايثون. اول حاجة في السكريبت البايثون ده الببلشر سكريبت، بحط السطر ده. السطر ده بيقول بس للترمينال ان انا هستخدم بايثون في رانينج السكريبت ده. اول حاجة بقى امبورت روس باي اللي هي شبه روس دوت اتش في السي بلس بلس، وبرضو بلازم امبورت نوع المسج عشان لما اجي اكريت الببلشر هنا هقول له ان الببلشر ده اللي اسمه بوب بيببلش على توبيك اسمه شاتر داش باي مسج من النوع string والكيو سايز بتاعها 10. وبعد كده بعمل initialize للنود، بسمي النود دي توكر underscore باي، وهنا بعرف الريت اللي هو 10 هرتز، وبرضه هنا بعمل لوب شبه اللوب اللي هناك، وهنا ببعت string اسمه hello world، وبعمل روس باي دوت جيت تايم دي شبه بدل ما ابعت الكاونت، يعني حاجه شبهها كنوع من انواع التغيير يعني. والريت دوت سليب برضه نفس الكلام علشان يكيب اللوب بنفس الريت ده اللي هو 10 هرتز. هنا باجي على السبسكرايبر نفس الكلام، نفس الامبورت سترينج برضو، وبعمل فانكشن اسمها listener. الليسنر هنا بانشالايز نود اسمها listener دوت باي، بقول ان هو بيسبسكرايب على التوبيك اللي اسمه chatter داش باي برضو نفس الاسم اللي كان هناك على مسج من نوع سترينج، وبديله الكول باك نفس الفكره اللي عملناها في السي بلس بلس. بس هنا في الكول باك بتاخد الداتا، بقول ان الداتا دوت داتا او الداتا دي اللي هي بتريبريزنت عندي ايه المسج. بقول ان انا بعمل روس باي لوج انفو عشان ابرنت ان انا سمعت الداتا اللي جت. وتعالوا نشوف الكلام ده برضو في التيرمينال بيحصل ازاي. زي ما قلنا ان احنا اول حاجه هنعملها هي ان احنا نشوف روس توبيك ليست، هنلاقي ان مفيش عندي غير الاثنين توبكس دول. فلما اجي ارن السكريبت، ممكن ارن النود بدل ما ارن النود، ممكن ارن السكريبت نفسه. يعني ممكن اقول له هنا كان النود اللي هي كان اسمها ايه بوب دوت باي، لان هو ايه بيبرنت هالو وورلد وبيبعت الايه اللي هي روس باي دوت جيت تايم، هي دي ده الاوتبوت بتاعها. طيب لو عملت هنا بقى روس توبيك ليست هلاقي ان هو هنا فعلا بيعمل كده على شاتر دوت باي. طيب دلوقتي لو انا عايز ارن السبسكرايبر فممكن اقول له السبسكرايبر يبقى سوري روس رن من تيست كوم هرن مين سب دوت باي، اشوف السبسكرايبر. هلاقي هنا ان السبسكرايبر بيقول لك اي هيرد هلو وورلد اهو. ولو وقفت برضو اللي بيطبع هنا هلاقي ان السبسكرايبر مفيش حاجه بتتبعت عليه اهو، السبسكرايبر مفيش حاجه بتتبعت عليه. لو رنيت تاني هلاقي ان السبسكرايبر لسه عمال بيقرا برضو. ودلوقتي هنشوف لو انا عايز اعمل كوميونيكيشن بقى ما بين بايثون سكريبت مثلا عايز يبعت داتا انا هستخدمها في سي بلس بلس سكريبت، فده ممكن اعمله ازاي او هشوف ازاي التوبيك بيحقق الكلام ده. اول حاجه مثلا انا هعمل هنا فاريبل اسمه انت نمبر انيشال نمبر، هدي له اي رقم، وبعد كده هكريت جوه البايثون سكريبت ببلشر تاني، بس المره دي الببلشر هيببلش على توبيك اسمه نم بوب. وهنا التوبيك ده المسج اللي هتتبعت عليها هتبقى من نوع انت 64. هاجي هنا اقول له ان انا بنقص الرقم ده بواحد، وبعد كده ببلش اللي بيطلع. هاجي بقى جوه السبسكرايبر بتاع السي بلس بلس هقول له ايه، هقول له ان انا عايز اكرييت سبسكرايبر. السبسكرايبر ده هيسبسكرايب على التوبيك اللي اسمه نم بوب اللي احنا اتكلمنا عنه. طيب لما يجي عليه داتا هيعمل ايه؟ هيكول الفانكشن اللي اسمها باي كول باك دي اللي هي دي. ايه اللي هيحصل هنا؟ هنا انا هاخد الداتا، هاخد هقرا الداتا نفسها المسج اللي هتيجي اهي، هقرا الداتا وهقول له اي هيرد النيو نمبر ده. مش بس كده، علشان انا اتاكد ان انا قريت الداتا دي اللي هي موجوده في النيو نمبر، فانا هاخد الداتا بعد ما انا خدتها من التوبيك اللي اسمه نم بوب، هعمل توبيك تاني اسمه ليسنر بوب، وهخلي النود دي بدل ما هي بتسبسكرايب بس هي كمان بتسبسكرايب وبتببلش. يعني هي هتسبسكرايب على التوبيك اللي اسمه نم بوب، وبعد كده هتعمل توبيك اسمه ليسنر بوب، وده هتببلش عليه سترنج. السترنج ده بقى هيبقى جواه ايه؟ السترنج ده هيبقى جواه النيو نمبر ايكوالز النيو نم اللي هي قريته او اللي هي خدته من التوبيك اللي كان الببلشر ده بعته.
تعالوا نشوف الكلام ده هيحصل ازاي. كلير كلير كلير. طيب اول حاجة هبدأ ان انا ارن البابلشر، هلاقي ان هو دلوقتي لو بصيت على التوبكس فهلاقي ان انا عندي ظهر توبيك جديد اللي هو اسمه نون بوب. طب دلوقتي انا قبل ما كريت السبسكرايبر انا عايز اشوف ايه اللي بيتبعت على نون بوب ده، فهستخدم كوماند تاني اسمه روست توبيك ايكو وهقول له عايز اشوف اللي بيطلع على نون بوب. فلو دوست انتر كده هلاقي ان هو بيطبع فعلا الارقام اهي، هي كانت بادئه عند 1.5 1.5 زي ما احنا محددين في السكريبت وعماله تقل. طيب انا هوقفه ده دلوقتي وبعد كده، او خليه شغال خليه شغال، وبعد كده انا هاجي ارن مين، هرن السبسكرايبر، هرن السبسكرايبر اللي كان اسمه كان موجود جوه كان اسمه في السي بلس بلس سبسكرايبر كان اسمه listener underscore cpp listener underscore cpp. هلاقي ان هو دلوقتي بيقول لي I heard الرقم ده، والرقم ده هو الرقم اللي موجود هنا لو واخدين بالكم. حتى انا لو وقفت دلوقتي مثلا الببلشر هلاقي هنا مفيش حاجه بتتبعت، وهلاقي ان اخر رقم هنا هو نفسه اخر رقم اتبعت هنا. وبكده يبقى انا قدرت ان انا ابعت داتا من بايثون سكريبت الى سي بلس بلس سكريبت، وممكن بقى بعمل اي بروسيسنج على الداتا دي. حاجه تانية ممكن اشوفها وهي دلوقتي انا هشغل الببلشر عادي، هو بيببلش وده السبسكرايبر شغال، وده زي ما قلنا كان مين، كان التوبيك بتاع النون بوب اللي هو بيتببلش عليه من السكريبت بتاع البايثون. طيب زي ما قلنا ان في السبسكرايبر سكريبت ده انا كنت كرييت ببلشر تاني، يعني جوه السكريبت بتاع ببلشر النود الباب النود دي جواها سبسكرايبر جواها ببلشر. طيب هل فعلا الرقم ده بيطلع على ليسنر بوب اللي هو النيو نمبر؟ المفروض ده المسج اللي هتتبعت على التوبيك اللي اسمه ليسنر بوب. طيب هل انا اصلا عندي توبيك اسمه ليسنر بوب؟ تعالوا نشوف. فدلوقتي ظهر عندنا التوبيك اللي اسمه ليسنر بوب علشان النود دي شغاله. طيب نشوف ايه اللي بيطلع على التوبيك ده عن طريق روست توبيك ايكو ليسنر بوب. دلوقتي زي ما شفنا ان التوبيك ما كانش عايز يبعت. طيب دلوقتي ايه المشكله؟ المشكله ان الجزء بتاع الببلشنج ده ما كانش موجود جوه اللوب، عشان كده انا عملت كرييت لجزء اللوب ده وحطيت جواه جزء الببلش. فعشان كده لو جينا دلوقتي ان احنا نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل، فهنلاقي ان انت لما اجي ارن الببلشر انا اوريدي مرن رو سكور، وهاجي اشوف التوبكس ستوبك ليست هلاقي ان نون بوب موجود فعلا. ماشي، لما اجي بقى ارن السبسكرايبر هلاقي ان السبسكرايبر عادي شغال بيسمع، اشوف دلوقتي هلاقي ان التوبيك اللي هو اسمه listener publisher اللي هو ده بيببلش هلاقي ان هو بقى موجود. طب دلوقتي لو انا جيت عملت روست توبيك ايكو على مين، على listener publisher ده، هل هيببلش؟ بالفعل المره دي عمل ببلش لفعلا نفس الرقم اللي موجود هنا علشان انا زودت اللوب. دلوقتي هنشوف ماذا لو انا عايز انا ابلش بنفسي داتا على توبيك من الترمينال ما استخدمش السكريبت نفسه في الببلش. فساعتها تعالوا نجرب مثلا ان احنا نوقف هنا عمليه الببلش بتاعه الانت نمبر ده وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. دلوقتي لما اجي انا ارن الببلشر هلاقي واجي اعمل روست توبيك ليست هلاقي ان فعلا في توبيك اسمه نون بوب. طيب لو جيت عملت ايكو على النون بوب ده، سوري، هلاقي ان مفيش حاجه بتتبعت. ونفس الكلام لو عملت روس رن للليسنر ما بقاش بيقول لي اي هيرد كذا. طيب ازاي انا ارجع تاني معلش الليسنر ده؟ طيب ازاي هنا انا اجي اتغلب على الموضوع ده؟ انا دلوقتي عايز ابلش على التوبيك بنفسي، فهستخدم كوماند اسمه روس توبيك بوب وهقول له اسم التوبيك اللي هو كان نون بوب وهدوس تاب، هدوس تاب تاني هلاقيه بيقول لي الداتا ومبعتها. فمثلا اقول له اي رقم، اقول له 22 مثلا وادوس انتر، هلاقي ان هنا الداتا اتبعتت فعلا ده سمع 22. وبكده اقدر ان انا ابلش داتا من التيرمينال بنفسي. ودلوقتي بعد ما شفنا ابلكيشن بسيط على التوبكس هنخش في ابلكيشن بسيط برضو ولكن عن السيرفيسز. هنعمل سيرفر كلاينت ابلكيشن، كل اللي بيعمله ان هو
بياخد الريكوست بتتبعت له برقمين وهو بيرجع الريسبونس بالصم بتاعهم. هنبدأ نشوف الكلام ده جوه الباكج اللي اسمها روست توتوريال سيرفيسز. هنلاقي جوه السورس، احنا ممكن نعمل برضو السيرفيس ممكن نعملها بالسي بلس بلس او بالبايثون، بس هنا نشرح سي بلس بلس فقط، والبايثون ده سهل انكم تشوفوه يعني. فاول حاجة هنا ده الفايل بتاع مين ده، عملت فايل بكريت فيه السيرفر نفسه، عملت انكلود لروس دوت اتش، والمرة دي عملت الانكلود دي. الانكلود دي بتبقى كرييتد اوتوماتيكلي لما انا بكرييت السيرفيس فايل. السيرفيس فايل ده لازم اعمله جوه دايركتري اسمها سيرف جوه الباكج. ده بيبقى عبارة عن ايه؟ ده بيبقى جواه الارجيومنتس اللي بتاخدها السيرفيس اللي هو الاي والبي، دول الرقمين اللي هيتبعتوا في الريكوست، وده الريزلت ده اللي هيبقى موجود في الريسبونس. والفايل بقى قلنا اللي في السيرفر ده بيبقى كرييتد ازاي؟ ده بيبقى كرييتد اوتوماتيكلي لما بعمل كات كن ميك للورك سبيس. بس علشان يتكريت فلازم ازود شوية حاجات فين؟ في السي ميك ليست. فجيت في السي ميك ليست ده شكل السي ميك ليست فايل. دي كانت الحاجات اللي موجودة، اللي هو مثلا انا بعمل بعد ما بعمل السيرفيس فايل بقول له اد سيرفيس فايلز فايلز سيرف توتوريال اللي هو كان اسم السيرفيس فايل والسيرف، علشان وازود السطور دي اللي في الاخر علشان يعمل كرييتنج اوتوماتيكلي لمين؟ للفايل ده. يعني ده الفايل ده مش انا اللي بكتبه. وبعدين باجي في المين هنا بعمل عادي انيشلايز للنود اسمها سيرفيس سيرفر عادي جدا، وبكرييت النود هاندلر زي اللي فات بالظبط مفيش اي فرق. بس ببدا بقى ان انا بكرييت هنا روس سيرفر، بدل ما كنت بكرييت ببلشر فانا بكرييت سيرفر اسمه روستوريال سيرفيس سيرفر. السيرفر ده بقول له ان هو هي ادفرتايز على سيرفيس، السيرفيس دي من نوع روست توتوريال سيرف اللي هي جت منين، اللي هي ده نوع السيرفيس او ده اسم السيرفيس. والسيرفيس دي هتعمل ايه؟ هتعمل عمل الفانكشن اللي موجوده في كالكوليشن. طيب كالكوليشن دي بقى بتعمل ايه؟ كالكوليشن دي بتاخد الريكوست والريسبونس. الريكوست دوت اي والريكوست دوت بي اللي هم الفاريبلز اللي موجودين هنا، بتبدا تاخد دول وتجمعهم وتحطهم في الريزلت. وهنا دي شويه برنس بس عشان تعرفني ايه اللي بيحصل. طب جوه الكلاينت بقى اللي بيحصل؟ جوه الكلاينت هنا انا باخد الاي والبي دول عن طريق الارج سي والارج في. الارج سي ده بيريبريزنت عدد الارجيومنتس يعني اللي بتتبعت، والارج في ده اللي بتبقى الارجيومنتس نفسها اللي بتتبعت وانا برن النود. هنا ده ايرور تشيك، بس بتشيك ان هو مثلا ما دخلش اكتر من اتنين علشان انا كده كده باخد رقمين بس وببعتهم. وهنا برضو بعمل كريت للنود هاندلر، وهنا بكريت برضو الكلاينت بقى سيرفيس كلاينت، فبقول له ان السيرفيس كلاينت ده هيبقى من نوع السيرفيس من السيرف توتوريال اللي اسمها روست توتوريال سيرفيس. وبعد كده هنا بكريت السيرفيس، بقول له هنا كده ان الريكوست ايه هتتبعت الاي تول دي فانكشن بستخدمها عشان اخد اول ارجيومنت وتاني ارجيومنت من التيرمينال، وبحطهم في الريكوست في السيرفيس ريكوست اي والسيرفيس ريكوست بي. وهنا اول لما ده بيحصل فهو بيبعت الريكوست على طول للسيرفيس للسيرفر، والسيرفر بيرد عليا بالريسبونس. طيب الكلام ده بقى ده كده شرح الكود، اكيد محدش فاهم حاجه طبعا، فمش هيبان غير لما نطبق عملي. فهاجي هنا اول حاجه اعملها هي ان انا هرن السيرفر. هو هنا بيقول لي ان السيرفر ريدي ان هو يستقبل. فهاجي أو لما اجي ارن بقى الكلاينت، هاجي اقول له ان انا روس رن روس توتوريال سيرفيس اللي اسم الباكج والكلاينت، وببعت له هنا الاثنين ارجيومنتس اللي هم 5 و2 او اي رقمين مثلا عايز ابعتهم 6 و8 مثلا، واقوم قايل له روح. فهو هنا هلاقي ان السيرفر جات له ريكوست فعلا ب 6 و8 وبعت ريسبونس تاني ب 14. طيب لو انا عايز اعرف ايه السيرفيسز اللي موجوده، فساعتها اقول له مثلا روس سيرفيس ليست، ده هيلست لي عندي السيرفيس اللي موجوده، هلاقي فعلا السيرفيس اللي عملتها اسمها روست توتوريال سيرف. وهلاقي هنا برضو زي ما لاحظت ان مثلا لما كنت بعمل روست توبيك ايكو كنت بلاقي ايه اللي بيحصل، كنت بلاقي ان التوبيك عمال يبعت. هنا بمجرد ما انا عملت شغلت السيرفيس وبعت لها الريكوست هي بعتت لي الريسبونس والكونكشن قفل على طول. طيب هل في طريقه تانية ان انا اكول السيرفيس؟ في فانكشن تانية فعلا او في كومنت تاني اللي هو اسمه روس
سيرفيس كول، كول، وبقول له اسم السيرفيس اللي هي روس اندرسكور توتوريال، وببعت وبدوس تاب. فهو هنا بيقول لي ارجمنت كده، فهقول له مثلا هنا كام، هقول له مثلا هنا 20 و10 مثلا، واقوم قايل له انتر. هلاقي هنا كده ان الريزلت اتبعتت ب30، ده كده رد عليا بالريسبونس. وده مثال بسيط للسيرفيسز عن طريق السي بلس بلس. ودلوقتي هنبدا نشوف ديمو على الاكشنز. هي الديمو الاكشنز شبه السيرفيس شويه زي ما قلنا قبل كده، ولكن في الاكزامبل ده هنشوف اكزامبل مختلف، وهو هيبقى على الفيبوناتشي سيكونس. للي مش عارف الفيبوناتشي سيكونس، هو بيبقى عباره عن سيكونس من الارقام، كل رقم بيبقى عباره عن مجموع الرقمين اللي قبله. اول حاجه هنبدا ان احنا نكرييت الاكشن سيرفر. فهنا عملنا كلاس اسمه فيبوناتشي اكشن. الكلاس ده بيبقى جواه النود هاندلر والسيرفر والاكشن نيم والفيدباك والريزلت. فاول حاجه هي النود هاندلر، زي ما قلنا ان دي اهم حاجه في اي نود، ان انا اكريت النود هاندلر لان هي اللي بتعامل بيها. وبعد كده هنا بكريت السيرفر، ده الاكشن سيرفر، وبقول له ان هو نوع الاكشن هو فيبوناتشي اكشن. الفيبوناتشي اكشن ده بيبقى شبه السيرفيس اللي انا كنت معرفها، ولكن بيبقى متعرف في دايركتري اسمها اكشن، هو اللي هو فيبوناتشي اكشن ده انا ببدا اعمله، ده بعرف فيه الجول والريزلت والفيدباك. فهنا انا بقول له ان الجول هيبقى عباره عن حاجه اسمها الاوردر، بيبقى نوعه انت 32، والريزلت اللي هي النتيجه هتبقى السيكونس، هيبقى ليست السايز بتاعها 32 او اري 32، والفيدباك هيبقى هو هو نفسه السيكونس. طيب بعد كده ببدا ان انا اعمل كرييت للاكشن نيم، ده اسم الاكشن اللي هستخدمه في الكلاس. وببدا ان انا اعمل كرييت للمسجز اللي هي الفيدباك والريزلت، اللي هي من نوع فيبوناتشي فيدباك اللي هي متعرفه في الاكشن. وبكريت بقى بقول له هنا كده ان ده الكونستراكتور، لما باجي اعمل الكونستراكتور ببعت له هنا اسم الاكشن، وببعت له النود هاندلر، ببعت هنا ده اسم الـ اسم ببعت اسم الاكشن، وببعت للاكشن سيرفر ببعت له النود هاندلر اللي هو الاكشن سيرفر ده اللي هو عملته كريت هنا، ببعت له النود هاندلر وببعت له اسم الاكشن، وبقول له ان هو هيبايند على الفانكشن دي، يعني هي دي الفانكشن اللي هتكسكيوت لما يحصل اكشن. وهنا فولس دي بتقول له ان انت ما تبداش السيرفر دلوقتي وانا هبداه تحت. فهو هنا دي ببدا هنا الاكشن سيرفر دوت ستارت، بستارت انا السيرفر عشان انا باعت له هنا فولس، لو بعت له هنا ترو مش لازم اقول له اس دوت ستارت. طيب الفانكشن بقى اللي بتكول لما السيرفر يريسيف جول بيحصل ايه؟ هو هنا ده الجول اللي السيرفر بيستقبله من الكلاينت. طيب اول حاجه الفانكشن دي انا هعرف فيها فاريبل اسمه سكسس وانيشاليزه بترو، وده الريت بتاع البعت يعني. طيب اقول لك اول حاجه في الفيدباك، انا بقول له ان الفيدباك بكلير الفيدباك وبحط فيه 0 و1 اللي هو بدايه اي فيبوناتشي سيكونس بتبقى 0 و1، فبحط في السيكونس 0 و1. بعد كده بقى ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بخش جوه اللوب، اللوب دي بتبدا من 1 لحد الاوردر، لان الجول هو بيبقى ايه اللي انا ببعته، ببعت الاوردر بتاع السيكونس اللي انا عايزه، يعني اخر رقم يقف عنده. فانا بلوب من 1 لحد الاوردر، وهنا انا بتشيك لو الروس اوكي، يعني هل الروس لسه شغال، او هل انا الكلاينت بعت لي ريكوست از بري امبتد ريكوست، دي انا بتشيك بيها لو الكلاينت عايز يعمل ايه، عايز يكنسل الاكشن اللي شغال حاليا. فساعتها بوقف بقول له سكسس بترو وببريك واخرج بره اللوب. طيب غير كده بقى، لو انا شغال في العادي ايه اللي بيحصل؟ انا بقول له ان الفيدباك دوت سيكونس اللي هو الحاجه اللي المفروض تتبعت، هبعت ايه؟ هبعت السيكونس اوف اي زائد الاي ماينس 1، يعني هبعت مجموع الرقمين اللي قبله، كل ده انا بضيفه للسيكونس. وبعد كده بقول للسيرفر يببلش الفيدباك ده، بقول للسيرفر ان هو ايه يببلش الفيدباك، لان الفيدباك ده اللي انا عايز ابعته باستمرار. فده اللي بيحصل جوه ايه؟ ده اللي بيحصل جوه اللوب. طيب لو اللوب بقى بعد ما اللوب تخلص، يعني انا وصلت لحد الجول بتاعي، الجول بتاعي وصل للاوردر، هبدا اعمل ايه؟ هبدا اتشيك على السكسس، لان هنا لو السكسس دي بتبقى اصلا انيشاليزد بترو وبتبقى فولس في حاله بس ان انا حصل كانسل او الروس قفل. فساعتها بتشيك على السكسس، لو هي بترو ده معناها ان انا وصلت للجول. فبقول له هنا ان النتيجه هي السيكونس اللي هي اخر فيدباك وصلته، وبقول له ان انا وصلت، بقول ان انا هنا كده سكسيدد، ان انا خلاص خلصت
وحققت الجول بتاعي وببعت له الريزلت. طيب في الكلاينت بقى ايه اللي بيحصل؟ في الكلاينت هنا انا بانشالايز الكلاينت برضو عادي زي اي حاجه، وبكرييت بانشالايز سوري بانشالايز النود اللي اسمها اكشن كلاينت، وبعد كده بعمل كرييت للكلاينت نفسه، وبعد كده باجي هنا اويت فور السيرفر. انا هنا مستني السيرفر، الكلاينت مستني السيرفر، مستني السيرفر ايه؟ مستني السيرفر يبدأ، مش مستني السيرفر يبعت لي حاجة. زي ما احنا قلنا في الجزء اللي فات لما عملت كريت للسيرفر كان لازم اعمل له سيرفر دوت ستارت، فانا هنا مستني السيرفر بس يبدأ، اتأكد ان هو السيرفر شغال، اللي هي تحصل عملية بالاخر ان انا ابقى عارف النود التانية اللي انا بكلمها هتبقى مين. وبعد كده ببدأ ان انا اعمل الجول اللي هو من نوع فيبوناتشي جول اللي احنا كنا معرفينه في الفيبوناتشي اكشن هنا، وبقول له هنا مثلا ان الجول اللي انا عايزه هو الجول بتاعي هو 20، وبعد كده ببعت الجول ده للسيرفر. وهنا انا عامل تايم ليميت علشان لو قعد لو السيرفر فضل شغال اكتر من 30 ثانية فبقول له ايه يكنسل بقى خلاص يوقف. طيب لو خلصت قبل ما التايم اوت ده يعدي ده معناها ان حصل سكسس برضو، فبجت الستيت، او مش ان حصل سكسس، ان انا ما عملتش كانسل يعني. فبشوف الستيت هل هي الستيت سكسس ولا لا، وببعتها وهشوف الاوتبوت دلوقتي في التوتوريال. ودلوقتي هنبدأ التوتوريال. اول حاجة هعملها هي ان انا هرن الاكشن سيرفر، ولكن قبل ما ارن الاكشن سيرفر انا عايز اتشيك على التوبكس، هلاقي ان مفيش عندي غير الاتنين توبكس دول اللي هما بتوع الماستر بس. ولكن بعد ما ارن بقى السيرفر هلاقي هنا ان لسه ما حصلش اي حاجه، ولكن لما اجي اتشيك على التوبكس هلاقي ان ظهر عندي مجموعه التوبكس اللي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي التوبك الخاص بالجول اللي بيتبعت من الكلاينت الى السيرفر، والتوبك الخاص بالفيدباك اللي بيتبعت من السيرفر للكلاينت اثناء الاكسكيوشن، وهلاقي الريزلت اللي هي بتتبعت مره واحده بعد ما الاكسكيوشن بيخلص. طيب لو انا عايز اتاكد من الكلام ده فتعالى نعمل دروس توبيك كده للجول، نشوف الجول بيتبعت عليه ايه. ما بيتبعتش عليه اي حاجه حاليا. طيب الفيدباك بيتبعت عليه ايه؟ ولا اي حاجه بتتبعت برده. نفس الكلام بالنسبه للريزلت، ولا حاجه بتتبعت عليه. طيب دلوقتي اول ما اجي ارن الكلاينت ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض دلوقتي ان الكلاينت هيبعت الجول على التوبيك ده لمين؟ هيبعت الجول ده للسيرفر، فالسيرفر هيبدأ ان هو يبعت له الفيدباك طول ما هو شغال، ولما يخلص هيبعت له الريزلت في حالة السكسس. فأول لما نران الكلاينت هنلاقي ان هو waiting for server action، وان الاكشن سيرفر بدأ، وهلاقي هنا في الجول اتبعت 20 اهو، ادي شكل الجول اتبعت مرة واحدة 20، وهبص على الفيدباك هلاقي ان الفيدباك عمال اهو شغال عمال يزيد ومفيش حاجة اتبعتت على الريزلت. طول ما هو عمال بيبعت الايه عمال الفيدباك السيرفر عمال اكسكيوتنج بينفذ الكلام ده، ولسه هنا السيرفر راننج، اول لما السيرفر خلص قال لك ايه؟ قال لك سكسيدد كده، السيرفر خلص الكونكشن اتقفل، وهلاقي هنا ان الفيدباك خلاص مفيش حاجة تانية بتتبعت، والجول اتبعت هنا مرة واحدة، وهلاقي هنا ان الريزلت اتبعتت مرة واحدة بس بالنهاية. وهو ده مثال بسيط على الاكشنز وازاي بتشتغل في روس. وزي ما شفنا فدي كومباريزن بسيطه كده ما بين انواع المختلفه للكوميونيكيشن زي التوبكس والسيرفيسز والاكشن. ده دايجرام بيمثل ان الببلشر والسبسكرايبر او الكوميونيكيشن بينهم بين توبيك، والسيرفر والكلاينت مع السيرفيس، والاكشن كلاينت والاكشن سيرفر عن طريق الجول. وقلنا هنا ان التوبيك هو بيبقى اسينكرونس يوني دايركشنال، عشان كده بيستخدم في الـ continuously exchanging data، زي مثلا لو عايز اخد قرايات من سنسور معين، او في السيرفيس لما تبقى عايز حاجه معينه وهتخلص بسرعه، او الاكشن لما تبقى عايز حاجه معينه ولكن هتاخد وقت في البروسيسنج فساعتها تقدر تستخدم الاكشن. ودلوقتي هندي نبذه بسيطه عن ازاي لو انا عايز اكوميونيكيت او استخدم الروس في الكوميونيكيشن ما بين اكتر من ماشين على نفس النتورك. ف اول حاجه او اول كونسبت مهم في الموضوع ده هو الروس ماستر يو ار اي. زي ما قلنا ان مفيش كوميونيكيشن هيحصل من غير الروس ماستر، فبالتالي لازم يبقى عندي ماستر واحد في النتورك، جاست وان ماستر. لو جيت اعمل روس كور مثلا في تيرمينال، لو جيت اعمل في التيرمينال روس كور هنا، وبعد كده جيت اعمل تاني روس كور هنا، هلاقي ان هو بيديني ايرور. ليه؟ لان في ماستر كانوت ران، عشان في ماستر اوريدي راننج، فبالتالي انا بيبقى عندي ماستر واحد. طيب ايه بقى الروس ماستر يو ار اي ده؟ الروس ماستر يو ار اي ده
هو يونيفورم ريسورس ايدنتيفاير، يعني هو انفايرمنت فاريبل بيعرف مين الماستر او ازاي اوصل للماستر او مين هو الماستر. ازاي بقى بيعرف الكلام ده؟ اليو ار اي هو بيتكون من جزئين، اول حاجه الهوست نيم او الاي بي، وتاني حاجه البورت. البورت ده بيبقى ليه ديفولت فاليو اللي هي 11.3.11، والهوست نيم او الاي بي ده بيبقى الاي بي بتاع الماستر على النتورك، او الماستر الديفايس اللي هو عليه الاي بي بتاع الديفايس اللي عليه الماستر على النتورك. تاني حاجة عندنا وهي الروس اي بي. الروس اي بي ده هي بتبقى حاجة متعرفة لبقية الماشينز اللي على النتورك. طب هي بتعرفني ايه؟ قالك هي بتعرف يعني اي نود بيبقى ليها روس اي بي. الروس اي بي ده هو بيعرف الاي بي بتاع الماشين اللي النود دي بترن عليها، علشان اقدر ان انا اوصل للماشين دي على النتورك، او اقدر اوصل للنود دي عن طريق الاي بي بتاع الماشين من اي مكان في النتورك. وبالكونفيجريشن بتاع الاثنين بارامترز دول اقدر ان انا احقق كوميونيكيشن على نتورك ما بين ديفرنت ماشينز، ان كذا نود بترن على ماشينز مختلفه، ولكن بشرط وجود ماستر واحد. طيب ازاي انا هعدل في الفاريبلز دي؟ قال لك انا دلوقتي لما باجي ارن روس كور، زي ما شفنا ان هنا بلاقي ان الروس ماستر يو ار اي هو متعرف باي ديفولت بالشكل ده، وهنا الايسر ده اللي هو الهوست نيم ده اللي هو بيبقى في الاخر، بيبقى ده بيبقى انفايرمنت فاريبل يعني متعرف، بيبقى واخد الديفولت اي بي بتاع الجهاز، وده بيبقى البورت الديفولت. طيب لو انا عايز ان انا اعدل في الكلام ده علشان اكونفيجر ان انا ابقى مثلا في ديستريبيوتد سيستم، او ان انا على نتورك، او عايز اكومينيكيت مع نود على جهاز تاني مثلا، فده يحصل ازاي؟ قال لك انا بعدل في الفايلات دي عن طريق فايل الباش ار سي. فبفتح الباش ار سي عن طريق نانو، وبنزل تحت كده خالص هلاقي الجزء ده. الجزء ده انا اللي بضيفه، يعني هو ما كانش موجود. فهنا انا عامل له كومنت عشان انا حاليا ما عنديش اي جهاز تاني، فانا برن على نفس الجهاز. ولكن في حاله ان انا عايز ارن على جهاز تاني، فانا بقول مثلا الروس ماستر يو ار اي، وببدا اديله هنا الاي بي بتاع الجهاز التاني ده على النتورك. يعني مثلا لو انا فاتح جهاز تاني على نتورك، هفتح اشوف الاي بي ادرس بتاع الجهاز ده اللي هرن عليه الماستر، وهكتب هنا الاي بي ده. وبعد كده الروس اي بي ده هكتب فيه الاي بي بتاع الجهاز بتاعي انا لو انا مش الماستر. طب في حاله ان انا الماستر اللي برن عندي، فساعتها الروس اي بي هيبقى هو الاي بي اللي بيتكتب في الروس ماستر يو ار اي. وبكده بكل بساطه يبقى حققنا الكوميونيكيشن عن طريق روس على نتورك. شكرا.